وصرت اسمع حكمة لسانك حصانك وين ما رحت ووين ما اجيت. وناس بيقولوا لي إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، وناس بيقولوا لي لا تخلي لسانك عدوك، اوعك ها اكسبه صديق. وعلى هالمقاييس قيس. ايه وبعدين؟ بعدين لما دخلت الجيش دخلت على كبر بسبب ظروف ما في مجال لذكرها هلا. المهم مرة كان النقيب بالقطعة عم يوجه لنا بعض الملاحظات. أصيل انتبه. تاعد تاعد تاعد. مثل ما قلت لكم ما بدي حدا يفوت لعندي ويطلب إجازة مبيت بالعاصمة، لأنه إجازات المبيت ممنوعة من القيادة من 15 يوم وأكثر وحتى إشعار آخر، وهذا الكلام موجه للجميع بدون استثناء ابتداء من الحجاب وانتهاء بالضباط، مفهوم؟ أنا ما عندي دقن مشطة ولا عندي أم يحرميني. نعم سيادة النقيب، حاجبكم إبراهيم وحاجبكم على بينزلوا كل يوم على الشام لا مقطوعة ولا ممنوعة، ومن 4 أشهر وأكثر ما ناموا ليلة واحدة بالسكنة، ما عندهم عزابية ونحن متجوزين وعندنا أولاد، وبالرغم من هالشي بس أسألك تضرب بي الموديل بس لسان. سيدي أنا طب لسانك بحلاك وخلاص. سيدي الواحد طولك طلع برا الصف تضرب شو سرسري وضع حولك نفس. ومرة من المرات كنت ماشي بهالطريق بهالليل ما شفلك إلا سيارة صدمت شرطي سير ولحشته بالأرض وهربيت. قمت أنا ركضت للشرطي أسعفته حملته على ظهري للمستشفى، كانت المستشفى قريبة. سلامتك سلامتك علم شوي خير شبه ما بعرف صدمته سيارة وهربيت. بس لا إصابته بسيطة حاسس جسمي مكسر ورجل اليمين رح توجعني. خلي استريح عمو استريح علم استريح. طيب روح استدعي الدكتور على بين ما انا في كل ازرار سترته وشرحه جراباته بركي بتروح عن شوي. ايه على هلا لو سمحت. شوي ايه ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك. اسف دخيلك ولا يهمك حبيبي ولا يهمك. شوي دخيلك شوي العمى شو هالميات اللي بجراباتك منين جايبهم؟ خص ضب لسانك بحلقك وسكوت. العمى افتكرناك ادمي تاريخ بتحب اللعي. ومرة كمان رحت على المستشفى مع أخي وكانت مرته عم تطلع، دخلوها غرفة العمليات وأنا وأخي واقفين برا. عفوا يا أنسة إذا سمحتي، ليش ما أجى الدكتور لهلا؟ يعني معقولة مرتي رح تولد والدكتور لسه ما شرّى؟ إيه طول بالك ما بقى إلا يوصل. هو كان عنده عزيمة وطول ضيوفه لاحتراك وبس هيك. ها ما بصير هيك يا آنسة، بركي مخلوقة بدها قيصرية، بركي في عند استعصاء لا سمح الله، بركي الولد ملقح ببطنها بالعرض أو عندها تضيق أو حرام حرام تتعذب. مالك سمعانة كيف عم تصرخ بالمقلوب مثل الديلة الجريحة؟ لك وين الدكتور؟ هذا الشيء طبيعي. لك ليش بدك تعمل هيك؟ شو يعملوا لك؟ لك يا اختي اتصلوا بالدكتور استعجلوه، يعني ضروري يحضر بعد ما يولد الولد. شو اسمه الطبيب المولد ذكاء؟ يعني بعمري ما سمعت عن دكتور عنده عمليه وما بيحضرها وبيجي بعد ما تخلص. بقى وين صارت هي؟ وين؟ ومين بتكون حضرتك بلا زغره؟ مرت اخي يلي عم تولد. يعني اذا كان اخي ادمي وما بيعرف يحكي منوب ضروري انتوا تتمقطعوا فيها المقطعه. اسكت خلص اسكت اذا بتريد ولا تكثر حكي. انا ما عم كثر حكي، انا بدي اشتكي لل ضب لسانك بحلقك وحاجه حكي بلا طعمه. قال بده يشتكي مرت اخوك وحده مزعبره ونحن بنعرف شغلنا ما بدهم يقلنا، فهمت؟ ايه بس انا سكوت ولا حرف وعلى نصك اذا بتريد. اوكي لك وين الدكتور؟ لك ليش ما قلت هلا؟ يعني معقوله اللي عم يصير فيك انت؟ بصراحه انا ما عم صدق اذني. مثل ما عم اقول لك واستمر الحال على هالمنوال. ومرة من المرات يا أبو لوتس شاءت الأقدار إني شوف بعيني حادث دعس صار قدامي، وكأنه الله سبحانه وتعالى حابب يشركني بمصائب هذه الحياة
حتى يزيدني عبره وخبره. الو نعم. ايه نعم، انا رئيس المخفر. ايه طبعا، ولو بيشرفني احكي مع سيادته. الو، احترامي سيدي. يا اهلا وسهلا. اهلا سيدي. نعم نعم سيدي، السائق اليك وعندي هون. الولد؟ لا، الولد بعثناه على المستشفى، يمكن حالته حساسه شوي لانه مكسر تماما وغايب عن الوعي. الله يخلينا اياكم يا سيدي، والله كلكم مزار. نعم سيدي. لا 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 لا، ولا يهمك ولا يهمك، شغلي عندي انا. ايه طبعا، والضبط كمان بده يطلع من عندي. نعم سيدي. الله يخلينا اياكم يا سيدي، كلكم مزار. لا والله يا سيدي، سلامتكم ما بدنا شيء ابدا. سلامتك سيدي، الله معكم. مع السلامه سيدي. الله معكم. مع السلامه. مع السلامه. احترامي. معلمك عم يطمن على الولد، شايف الاخلاق العاليه. يا ريت كل الناس مثله، كانت عمره البلد. لك يسلموا لي الاكابر كلهم. المهم هلا افتح محضر ضبط يا سعيد. اللي بقى يا ابراهيم، شلون دعست الولد؟ مو انا اللي كنت سايق سيدي. شلون مو انت بقى؟ مو انت سايق سياره سياده المسؤول؟ مزبوط، بس في واحد بيسوق سياره بنفسه وانا كنت راكب قدامه لما دعست الولد. هلا بلا لف ودوران، سياده مسؤول عم يقول انك انت كنت سايق السياره. مو هلا تفهمته على التليفون؟ بقى لفها يا ابراهيم، الله يرضى عليك، وخلينا نكتب هالضبط ونختمه ونحوله على المحكمه ونخلص. يا سيدي انا ما بفهم الا مع الحق، وسيادته هو اللي كان سايق السياره، وهو بيعرف والكل بيعرف انه سجلاتي بالمرور نظيفه، وبعمري ما عملت حادث مع انه صار لي اكثر من 30 سنه بسوق سياره. عفوا سيدي بتسمحوا لي؟ تفضل. عفوا، مين الاخ؟ سيدي انا كنت بمكان الحادثه وانا اللي اسعفت الولد، وبصراحه سياده المسؤول هو اللي كان عم يقود السياره، شفته انا بعيني يا سيدي، ولما دعس الولد نزل من السياره وركب تاكسي ومشي. اسكت اسكت حاجه، لا لو لا تحكي لحتى اسالك. بس يا سيدي هالزلمه مظلوم وانا الشاهد الوحيد على الحادث، بقى لا تطبشوا الشربه براسه لهالمسكين. خطي ما بيجوز، لانه اذا كان سياده المسؤول له حصانه فهالمسكين ما له حصانه الا عدلكم يا سيدي، ما له الا عدلكم ورحمه رب العالمين. وانا على هوا ما شفت. ولك يخرب بيتك شو بتحب تكتر حكي، قلت لك هس واسكت وخلاص وضب لسانك في حلقك ولا تحكي لحتى اسالك، واقف على الجنب. بس على نصك، لانه عم اقول لك على نصك. العمى هلا الابتراء السافر، مسؤول عم يقود وزارات ومؤسسات، ما راح يعرف يقود شافة سيارة؟ شوفوا على الافتراء شوفوا. لا انت عم تمزح ولا عم تحكي جد توفيق؟ اقسم لك يا ابو لوتس، ما في كلمة زيادة حكيتها ولا كلمة بهالقصص اخترعتها، عم انقل لك شو صاير معي بالدقة والتفصيل. طيب اللي بدي يفهمه، انت هلا شو عم تشتغل؟ يعني شغلتك الرئيسية شو؟ هلا ليش لوجع لك راسك؟ ما في شغلة بتخطر على بالك ما اشتغلتها، حتى اني مرة اشتغلت صحفي بمجلة، كالعادة كنت عم احضر مؤتمر صحفي لمسؤول كبير. هلا كل شيء بنحكي له. اهلا يا شباب، مرحبا. يلي حابب اقوله بهالمؤتمر وباختصار انه نحن اقتصادنا متين متين جدا، ومبني على اسس علميه مدروسه وعلى تبادل السلع الصناعيه والتجاريه والاستهلاكيه بيننا وبين مختلف الاقطار العربيه والعالميه، بالاضافه لانه نحن منشجع ببلادنا استثمار رؤوس الاموال وخاصه للاخوه العرب، والباب مفتوح على مصراعه أمام رؤوس الأموال يلي بتحب تتدفق على القطر بنية التسمير والاستثمار. طيب سيدي بتسمح؟ تفضل. سيدي كل يلي تفضلت فيه صحيح 100%، وهذا بدل على تفهم كبير من الجهات العليا لوضع بلادنا، والله يعزها ويعز كل الشرفاء فيها. بس نحن كصحفيين، اختصر لو سمحت. حاضر سيدي. نحن كصحفيين بنختلط بالناس كتير، والشكايات اللي عم تجي لمكاتب مجلتنا كلها عم تكرر شغلة وحيدة، وهالشكايات صادرة من المستثمرين وأصحاب الأموال. وشو هالشكايات بقى؟ قانون تشجيع الاستثمار من المنجزات المهمة يلي بلدنا بتفتخر فيها، ما في نقاش سيدي. بس مثلا إجانا للمجلة مستثمر مليء من إحدى الدول،
عم يقول انه جاب امواله اجى لهالبلد حتى يستثمرها بعد ما لمس الاستقرار والامن اللذين قلما يتمتع بهما قطر اخر. بس المسكين سيدي ضوعوا بهالوزارات والمؤسسات وهن عم ياخذوه ويجيبوا. بص بص سكوت، شو هالحكيات؟ سيدي عفوا خليه يكمل. لا تخبص بالفصة، الله يرضى عليك. كون واقعي واحكي مزبوط. سيدي انا عم بحكي لك قصة واقعية مو من تأليفي. ومين هو هذا المستثمر بقى؟ شو اسمه؟ نحن عم نحاول نحط المستثمرين على راسنا يا اخي، شو هالحكي؟ يا سيدي اسمه الشيخ بردان بن مذيب البخيتان. وهالزلمة هاد عم ينصدم بالعراقيل يلي عم يحطوها قدامه والمخالفة اصلا لروح القانون. بلا علاك. بلا علاك لو سمحت. سيدي عفوا شو بلا علاك؟ شو؟ الشغلة بدها معالجة. وشو نوعية هالعراقيل بقى؟ يعني عفوا سيدي، مثلا الضرائب والرسوم التعسفية وتحويل العملة وسعرها وفرض كوميسيونات خيالية مو للخزينة العامة، لأنه الخزينة ما بتاخد كوميسيونات، وإنما لجيوب بعض المنتفعين وبعض صغار النفوس ممن شاءت الأقدار أن يكونوا في موضع المسؤولية، بالإضافة للروتين البشع. وكل هالشي مبني على اجتهادات شخصية سيدي مخالفة للتسهيلات الواضحة والمنصوص عنها أصلا بالقانون. شو هالزعبرة هاي؟ هلأ ما رح تعرف تسكت أنت؟ سيدي ما خلص كلامي. وعلى هذا فإن هذا الشيخ البردان مل وسحب مشروعه وطلع من البلد يا كبة يا دعسة، وسافر خصيصا للمدينة المنورة مشان يمسك شباك النبي ويحلف قدامه بأنه ما رح يرجع يستثمر ماله بهالبلد طول ما في بصدره النفس يتردد وطول ما أمثال هؤلاء المنتفعين موجودين. وأنا من هذه القصة التي أرجو أن تكون استثنائية أطلب من سيادتكم توجيه كتب واعتذارات. هلا ما رح تعرف تسكت سيدي، بقيلي كلمتين. هص سكوت إذا بتريد. أنت من أنو مجلة؟ صوت الحر سيدي. حر مر خلاص، ضب لسانك بحلقك وسكوت. يا أمرك سيدي. سكتنا سكتنا. تفضل. إن قانون الاستثمار يأخذ على ثقة دون قيد أو شرط تشجيع رؤوس الأموال التي. ولك يقطع لي هالسان شو طويل، يقطعه. شو أعمل لحالي؟ قصه، أسره، ابلعه، إلزقه بسقف حلقي، اشوي، اقلي، طعمين القطاط. احترت بحالي يا أبو لوتس، والله احترت. حتى أني مرة كنت عم أحضر خطاب للمدير العام تبعنا والتلفزيون عم يسجله. ونحن في هذه الوزارة نحرص على تعليمات الجهات المخططة، وأنا كوزير موظف للخدمة العامة وأعمل ما بوسعي لتشجيع الكفاءات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وكلكم تعرفون هذا. كما أنني عفوا معالي الوزير، تفضل لشوف. أنا مثلا مهندس كهرباء وعينتوني حضرتكم معاون رئيس شعبة الأرشيف، بقى شو بيفهمني بهالشغلة أنا؟ وعينته معاون رئيس شعبة الأرشيف يلي قبلي. لك هس، لك هس وسكوت وضب لسانك بحلقة. ما الواحد يا سيدي الله خلينا ياك يعني. بس لوين؟ هس سكوت، ما بدي اعرف لوين. سكوت سكوت. شوفي شو ابو سيدنا. كمل سيدنا ولا يهمك، بنشيل جملته على المونتاج. طيب فعلا الله يعينك على المواقف يا اخي. شو بدك تساوي؟ الدنيا هي فيها أشكال وألوان، بدك تتحمل. إيه وهيك أنا عم أقول. يسلم وديات. إيه سيدي، وأنت شلونك؟ شلون عايش؟ وين ساكن حتى أجي زورك ونوصل منقطع؟ أهلين وسهلين يا توفيق. أهلين وسهلين، أنت ما شرفت. هو الحقيقة أنا ساكن بالمالكي، طابق أول سوكة مساحته 300 متر، وإذا حبيت تزورني بالمزرعة كمان ما عندي مانع. ليش عندك مزرعة؟ الله يتم عليك. إيه والله مزرعة بالصبورة، مزرعة مرتبة فيها مسبح أولمبي وفيها ملعب تنس وفيها أشجار مثمرة كمان. بس عفوا سؤال. تفضل أخي توفيق تفضل. يعني لا تأخذني، أنا بعرفك مثلي أندبوري، وبالنهاية أنت يعني مدير مؤسسة براتب بسيط وساكن جنب أهلك بالدويلعة، بقى شلون صار عندك هالمصاري وهال. ولك هص هص سكوت سكوت وضب لسانك بحلقك. حتى أنت يا بولوتاس